السلام عليكم ورحمة الله، معكم العقرب من قناة العقرب السام. إن شاء الله بهذا الفيديو سنتعلم كيف نصمم الكروت الشخصية أو البيزنس كارت بداخل برنامج الفوتوشوب CC 2019. وتعتبر الكروت الشخصية أو البيزنس كارت أكثر حاجة تنطلب من المصمم وأكثر حاجة أيضا مطلوبة بسوق العمل. وبهذا الدرس بنتعرف على أشكال مختلفة من هذه الكروت والبيانات اللي ممكن نحطها على الكارت وأيضا القواعد المتبعة في التصميم. طيب تعالوا نشوف على السريع نبذة مختصرة لبعض أشكال الكروت اللي تم تصميمها بداخل برنامج الفوتوشوب. طيب بعد ما شفنا هذه الأشكال من الكروت بنتعلم الآن كيف نقوم بتصميم أو عمل مثل هذه الكروت. في البداية نعمل مقاس الكرت اللي سنقوم بتصميمه. نروح على فايل ونختار نيو لإنشاء مساحة عمل جديدة، ومن هذه الإعدادات نقوم بعمل مقاس للكرت. طيب المقاس المعتاد والمشهور لعمل الكروت هو 9 × 5، 9 في العرض و5 في الارتفاع. نكتب هنا 9 عرض وهنا 5 الارتفاع، وهنا نغير وحدة القياس نخليه بالسنتيمتر، ونحط الريزوليشن على 300 بكسل لكل انش. الكلر مود نحطه على CMYK اللي هي الوان الطباعة. بعد كده ندوس على كريت، ظهر معنا بهذا الشكل، وهذا هو المقاس الخاص بالكرت اللي سنقوم بتصميمه. طيب قبل ما نعمل اي حاجة نترك 3 ملي من كل الاتجاهات امان للبيانات بعد الطباعة من القص. اوكي. طيب لإظهار المسطرة بداخل البرنامج تدوس على Ctrl R لإظهار أو إخفاء المسطرة، وأيضا لو تدوس كليك يمين ممكن تغير وحدة القياس للمسطرة. مثلا إحنا شغالين بالسنتيمتر نخليه بالسنتيمتر، بالبكسل نخليه بالبكسل. طيب إحنا شغالين بالسنتيمتر نختار السنتيمتر، والآن ممكن تسحب جايد وتترك 3 ملي بهذه الطريقة. أو تروح من قائمة View وتختار New Guide، وهنا تختار Vertical لعمل 3 ملي بالارتفاع، تكتب 3 ملي، تدوس على OK. طيب نرجع مرة ثانية على View ونختار New Guide. طيب هنا عملنا 3 ملي، باقي كم من 9؟ 8.7، نكتب هنا 8.7، ندوس على OK. طيب تركنا مساحة 3 ملي من الارتفاع بهذا الشكل، باقي نترك 3 ملي من العرض. نرجع لقائمة فيو ونختار نيو جايد، وهذه المرة نعلم على هوريزنتال ونكتب هنا 3 ملي وندوس على اوكي. نرجع مرة أخرى. طيب تبقى معنا هنا من 5 4.7، نكتب هنا 4.7. مثل ما أنتم شايفين تركنا 3 ملي من كل الاتجاهات، وهذه المساحة تعتبر أمان للبيانات بعد الطباعة من القص. اوكي. طيب بعد ما تركنا مساحة 3 ملي من كل الاتجاهات نبدأ الآن بتصميم الكارت. في هذه الحالة ممكن تصمم الكارت على حسب ذوقك أو على حسب مزاجك أو على حسب رغبة العميل، والأحسن تخليه على حسب رغبة العميل حتى ما تتعب. طيب فرضا قمت بتصميم شكل الكارت بهذه الطريقة، طيب إيش هي أهم البيانات اللي ممكن نحطها على الكارت؟ أهم البيانات اللي ممكن نحطها على الكارت وهو الاسم، سواء كان اسم العميل أو اسم المحل أو اسم الشركة. أوكي. طيب ثاني حاجة نحط اللوجو أو شعار العميل. ثالث حاجة نحط العنوان، وأيضا أرقام التلفونات والإيميل والموقع الخاص بالعميل. كذلك نحط الكيو آر كود
واللي يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعميل أيضا. طيب بعد ما تنتهي من تصميم الكارت باقي كيف توديه للمطبعة بجودة عالية. طيب حتى نسلم التصميم للمطبعة بجودة عالية يوجد عدة طرق، وأفضل طريقة أنه نعمل فلايتين للتصميم كله. نروح من هذا المكان ونختار فلايتين إيميج يرجع معنا بهذا الشكل. بعد كده نقوم بحفظ الملف Save As، ممكن نحفظه بصيغة BSD أو تحفظه بصيغة JPG. ولو بتحفظه بهذه الصيغة يتأكد أن تعمل الكواليتي على 12 وهي أعلى جودة بهذا الشكل، ثم تدوس على OK لحفظ التصميم، وبكذا نضمن أن التصميم بيروح للمطبعة بجودة عالية. حلو الكلام؟ طيب في الأخير إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم العقرب من قناة العقرب السام، إلى اللقاء.